مباركة هي مملكة الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دار الداهرين. آمين. المسيح يا من أجل هذه
الكنيسة المقدسة وهذه المدينة وجميع المدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى ربنا اطلب. يا رب ارحم. من أجل اعتدال الآوية وقسم الأرض بالثمار وأوقات سلامية من ربنا اطلب. والمسافرين في البر والجو والمرضى والمضيين والأسرى وخلاصهم من الرب نطلب. إليانا يسوع. من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة من الرب نطلب. يا رب ارحم. اغض وخلص وارحم واغفر يا الله بنعمتك. إليا هلا يسوع. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم. أيتها الفارق قدسها والدة الإله خلصينا. مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا كل حياتنا للمسيح الإله. لك يا وإكرام وسجود أيها الآب والابن والروح القدس لنا وكل وان وإلى دار الدائرين. آمين. هللوا لله يا جميع. أيها الرب الذي عزت بشفاعة والدة إلى يا مخلص خلص معنا. رتلوا لاسمي أعطوا مجدا لتسبيحته. بشفاعة والدة إلى يا مخلص خلص معنا. قولوا لله ما رب أعمالك. بشفاعة والدة إلى يا مخلص خلصنا. كل الأرض يسجدون لك ويرتلون لك ويترنمون لاسمك أيها العلي. بشفاعة والدة إلى يا مخلص خلصنا. المجد للأب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دار الدائرين. آمين. بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا. اتكيت نريني تكريو ذي فوم Have mercy on us and keep us, O God, by the grace. Ya Rab Raham. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم. أيها الفارق قدسها والدة الإله خلصينا. مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا كل حياتنا للمسيح الإله. لك يا لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دار الدائرين. آمين. ليترأف الله علينا وليباركنا. خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات لنرتل لك الهلويا وليضئ
وجهه علينا ويرحمنا. خلصنا يا من رعايا من قام من بين الأموات لنرجي لك هللويا. تعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات لنرتل لك هللويا. المجد للاب والابن والروح القدوس. يا كلمة الله الابن الوحيد الذي لم يزل غير بائت لقد اقتبلت أن تتجسد لأجل خلاصنا من القديسة والدة الإله الدائمة البتولية مريم وتأنست بغير استحالة وصولك أيها المسيح إلى هنا وبموتك وطئت الموت وأنت لم تزل أحد الثالوث القدوس الممجد مع الآب والروح القدس. خلصنا أيضا وأيضا بسلام من الرب نطلب. يا الله عدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب ارحم. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم. أيها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا. مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا كل حياتنا للمسيح الإله. لك يا لأنك الإله الصالح والمحب البشر ولك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دار الدائرين. آمين. ليقوم الله ويتبدد جميع أعدائه وليهرب مبغضه من أمام وجهه. مسيح قام من بين الأموات وداس الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. كما يباد الدخان يبادون وكما يذوب الشمع من أمام وجه النار. مسيح قام من بين الأموات وداس الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. كذلك تهلك الخطاة من أمام وجه الله والصديقون يفرحون ويتهللون أمام الله ويتنعمون بالسرور. المسيح قام من بين الأموات وداس الموت بالموت ووهب الحياة للذين في
لنرتل لك هللويا. خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات لنرتل لك هللويا. كمجاهدين ببهاء ماتوا مستشهدين ومجدوا الأرض في الأردن وهم أحباء الله. فيلادلفيا بهم تزهو والأرثوذكسيون يفخرون. يا رب إن قسطنطين الذي هو رسولك في الملوك لما شاهد رسم صليبك في السماء عيانا وحصل على الدعوة مثل بولس من كلام من البشر موضع في يديك المدينتان متملكا فاحفظ دائما في سلام بشفاعة والدة الإله يا محب البشر وحدك. ولئن كنت نزلت إلى قبر يا من لا يموت إلا أنك درست قوة الجحيم وقمت غالبا أيها المسيح الإله. وللنسوة حاملة الطيب قلت افرحنا ولرسلك وهبت السلام يا مانح الواقعين القيام. من الرب نطلب يا يسوع لأنك قدوس أنت يا إلهنا ولك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس لنا كل وان وإلى دار الداهرين. آمين. قدوس نور الله يا رب قدوس أيها الإله قدوس المستريح والقدسين الذي بتسبيع السابع الصلاة القديس الشبيه تزيل جميع قوى السوية من أخذ بشام عن نور لأنه يا من لا طهر وفي من لا يمن خلاص وقد أهلنا حمد الذي لم يستطيع المجهول جواب نور رحمنا وقدس القدس نحن نعبدك البر والحياة
بنا على الوطن المتهم لأنك القدوس أنت يا إلهنا وإياك المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى الدار الأبدين صوفيا جميع الأمم صفقوا بالأيادي فلنصغي وفقا من أعمال الرسل القديسين حكمة فلنصغي في تلك الأيام فيما كان بطرس يطوف في جميع الأماكن نزل أيضا إلى القديسين الساكنين في لدة فوجد هناك أناس اسمه إيناس مضطجعا على سرير منذ 8 سنين وهو مخلع فقال له بطرس يا إيناس يشفيك يسوع المسيح قم وافترش لنفسك فقام للوقت وراه جميع الساكنين في لدة وشارون فرجعوا إلى الرب وكان في يافا تلميذة اسمها طبيثة الذي تفسيره ظبية وكانت هذه ممتلئة أعمالاً صالحة وصدقات كانت تعملها فحدث في تلك الأيام أنها مرضت وماتت فغسلوها ووضعوها في العلية وإن كانت لدة بقرب يافا وسمعوا التلاميذ أن بطرس فيها أرسلوا إليه رجلين يسألان أن لا يبطئ في القدوم إليهم فقام بطرس وأتى معهم فلما وصل صعدوا به إلى العلية
فوقفت لديه جميع الأرامل يبكين وبجرين أي أقمصة وثيابا كانت تصنعها ظبية معهن. فأخرج بطرس الجميع خارجا وجثا على ركبتيه وصلى، ثم التفت إلى الجسد وقال: يا طبيثة قومي. ففتحت عينيها، ولما أبصرت بطرسا جلست، فناولها يده وأنهضها. ثم دعا القديسين والأرامل وقامها لديهم حيتان. فشاع هذا الخبر في يافا كلها، فآمن كثيرون Yeah.
البرد لك يا رب المجد القدس لنا كل اوان والى دار الدائرين امين. ايها المناقل I'm
أيها الممثلون شيروبيم سريا والمرنمون التسبيح المثلث تقديسه للثالوث المحيط لنطرح عنا كل الاهتمامات الدنيوية إذ أننا مزمعون أن نستقبل ملك الكون. Yeah.
ابن الله الوحيد
المولود من الآب قبل كل نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البلطي وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث من روح القدس الرب المحي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له ممجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وترجى قيامة الموتى والحياة في الدار الآتي آمين. لنقف حسناً لنقف بخوف لنصغي إلى تقديم القربان المقدس بسلام ما سقطنا على فقمتنا من كل أشياء حتى صعدنا إلى السماء وهبنا ملكوتك السماوي وصلنا مدرسة المطرين ونشكرك أيضا على هذا الخدمة التي تقبل من أدينا من رؤساء الملائكة وربوات مع الملائكة ماثلون لديك الشربين والسرفين سدد الأجنحة والكثري الأعين يحلقون بأجنحتهم في العلائم المتطايرين حواليك وبتسبيح الظفار مرنمين وهاتفين وصارخين وقائلين قدوس قدوس رب نهتف نحن أيضا مع هذه القوات المغبوطة أيها السيد المحب البشر ونقول قدوس أنت وكلي القدس أنت وابنك الوحيد
وروحك القدوس. قدوس أنت وكلي القدس، ومجدك عظيم الجلال، يا من أحب عالمه بهذا المقدار حتى أنه بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل يحصل الحياة الأبدية. يا من أتى وأتم كل التدبير الذي من أجلنا، ثم في الليلة التي أسلم بل بالأحرى أسلم نفسه فيها من أجل حياة العالم، أخذ خبزاً بيدي المقدستين الطاهرتين البريئتين من العيب، وشكر وبارك وقدس وكسر، وأعطى تلاميذه الرسل القديسين قائلاً: خذوا كلوا، هذا هو جسدي الذي يكسر من أجلكم لمغفرة الخطايا. وكذلك الكأس من بعد العشاء قائلاً: اشربوا من هذا كلكم، هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يراق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا. ونحن لتذكارنا هذه الوصية الخلاصية وكل ما جرى من أجلنا الصلب والقبر والقيامة ثلاثية الأيام والصعود إلى السماوات والجلوس عن يمين الآب والمجيء الثاني، يا الله بخاطر، يا الله بخاطر، يا الله التي لك من ما لك نقدمها لك على كل شيء ومن جهتي كل شيء. إننا نقدم لك هذه العبادة الناطقة الغير دموية، ونرغب إليك ونتضرع، فأرسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القربين الموضوعة، واجعل من هذا الخبز فجسد مسيحك الكريم. آمين. وأما في هذا الكأس فدم مسيحك الكريم. آمين. محولاً إياهما بروحك القدوس. آمين. 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 إياك نسبح، إياك نبارك، إياك نشكر يا ربنا تفاوه نحو المنعم عليها. أيتها العذراء النقية افرحي، وأيضا قد قام من القبر في اليوم الثالث. أيتها البتول نغبطك نحن المؤمنين بأصوات متفقاتٍ هاتفين: افرحي يا باب الرب
بإفراحي يا مدينة متنفسة، افرحي يا من بها أشرق لنا اليوم من الأموات نور قيامة المولود منك. اذكر يا رب ولبانا وبطريرك ثيوفيلوس ورئيس كهنتنا كريستوفوروس وابو مالك نايسك المقدسة بسلام صحيح معافى مكرم من الأيام مفصلين كلمة حقك باستقامة وإلا جميع لك والحاضرين على فكر كل واحد من الحاضرين جميعا وجميعهن جميعهم وجميعهن وأعطنا أن نمجد من واحد وقلب واحد ونسبح اسم الكل الإكرام العظيم الجلال أيها الآب والابن والروح القدس لا كل وان وإلى دار الدائرين آمين. ولتكن المراحم الإله العظيم مخلصنا يسوع المسيح مع جميع الروح ومع روحك أيضا لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الجواري أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير ومحبتي للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك كل قدس الصالح المحيي لنا كل وان وإلى دار الداهرين آمين
ابو يسوع المسيح الى هنا. اصغي من مسكنك المقدس ومن عرش مجد ملكك وهلما لتقدسنا ايها الجالس مع الاب في العلاء والحاضر معنا ها هنا غير منظور، واهن لتناول جسدك الطاهر ودمك الكريم بيدك العزيزه ومناولته بنا ولكل الشعب. يا الله اغفر يا خاطر، يا الله اغفر يا الله اغفر. فشين المطلبس الإلهي لفشين الثامن صفحة 144. أيها الرب يسوع المسيح، حكمة الله وسلامه وقوته، يا من أنت وحدك نقي وعادم الفناء، يا من لأجل حنو محبتك للبشر التي لا توصف أخذت عجنتنا بكمالها من دماء التي ولدتك ولادة تفوق الطبع النقية البتولية بورود الروح الإلهي ومسرة الآب الأزلي. يا من بحسب البشرة التي أخذتها ارتضيت الآلام المحية الخلاصية، الصليب والمسامير والحربة والموت، أمت آلام جسدي المفسدة للنفس. يا من بدفنك سبيت مملكة الجحيم، ادفن بالأفكار الصالحة مشوراتي الرديئة وشتت عني أرواح يا من بقيامتك المحيا ذات الثلاثة أيام أقمت الجد الأول الذي سقط، أقمني أنا الزلق بالخطية واضعا لي وجوه التوبة. يا من بصعودك المجيد ألهت البشرة التي أخذتها وبتناول أسرارك المقدسة لنوال حظ المخلصين الأمين. يا من بحضور الروح المعزي صنعت تلاميذك الأطهار آنية كريمة، أوضحني إيناء لوروده. يا من أنت مزمع أن تأتي أيضا لتدين المسكونة بالإنصاف، ارتضي يا صانعي وجابلي بأني وأن أنا أيضا استقبلتك في السحب مع كل قديسي لكي بغير فتور أمجدك وأسبحك مع أبيك الذي لا ابتداء له وروحك الكلي قدسه الصالح والمحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. أيها المسيح تغاضى واترك واصفح عن ذنوبي كلها التي أخطأتها إليك، إن كان بالقول أو بالفعل أو بالفكر طوعياً أو كرهياً، بمعرفة أو بغير معرفة. فاعفو واغفر
واصفح لي عنها كلها، بما أنك الصالح والمحب للبشر، وبشفاعة والدتك الكلية الطهارة وخدامك العقليين والقوات المقدسة وجميع القديسين الذين أرضوك منذ الدهر، ارتضي أن أقبل جسدك المقدس الطاهر ودمك الكريم بغير دينونة لشفاء النفس والجسد ولمحو أفكار الشريرة، لأن لك الملك والقوة والمجد مع أبيك وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. تبدد جميع أعدائه ويهرب مبغضوه من أمام وجهه، إن فصحنا المسيح المنقذ قد اتضح لنا اليوم، فصحا شريفا فصحا جديدا مقدسا فصحا سريا فصحا جليل الوقار فصحا بريئا من العيب فصحا عظيما فصحا للمؤمنين فصحا فاتحا لنا أبواب الفردوس فصحاً مقدساً جميع المؤمنين. كما يباد الدخان يبادون، وكما يذوب الشمع من قدام وجه النار، هلما من المنظر أيتها النسوة البشيرات، وخطيبنا صيامنا قائلات اقبلي منا بشائر الفرح بقيادة المسيح، يا أورشليم اطربي بحبور وتهللي بسرور لمشاهدتك المسيح ملكك بارزا من القبر كخاتم. كذلك كالك الخطاة من أمام الله، والصديقون يفرحون ويتهللون أمام الله ويتنعمون بالسرور، إن النسوة الحاملات الطيب لما انتصبنا في دلجة عميقة بإزاء ضريح المعطي الحياة صادفنا ملاكا جالسا على الحجر، فطفيقا يخاطبهن قائلهن كذا ما بالكن تطلبن الحي مع الموتى، لماذا تندبن في البلاء المنزه عن البلاء، ازعمنا وبشرنا تلاميذا. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنفرح ولنتهلل به، إن فصحنا الذي هو فصح الرب قد أشرق لنا فصحا مطربا فصحا جليل الاعتبار، فصحا نصافح فيه بعضنا بعضا بفرح، فيا له من فصح منقذ من الحزن
وذلك فإن المسيح قد بزغ اليوم من القبر كالبازغ من الخيط وأواب النسوة فرحا بقوله أنذرنا الرسل بذلك. دوكسا باتريكا إيو باسم الرب اقبل اليوم شريكا في عشائك السري يا ابن الله لأني لست أبوح بسرك لأعدائك ولا أعطيك قبلة غشة مثل يهوذا هاتفا اذكرني يا رب اذكرني يا سيد اذكرني يا قدوس متى في ملكوتك عظمي يا نفس المسيح مطي الحياة الناهض من القبر في اليوم الثالث عظمي يا نفس الذي تألم طوعا وقبر وقام من القبر في اليوم الثالث المسيح فصح جديد وذبيحة حية حمل الله الرافع خطيئة العالم إن الملاك هتف للممتلئة النعمة أيتها العذراء النقية افرحي وأقول أيضا افرحي لأن ابنك قد قام من القبر في اليوم الثالث إن مريم المجدلية تقدمت مسرعة إلى القبر فنظرت المخلص فسألته كأنه البستان إن ملاكا لامعا هتف نحو النسوة اكففنا من الدموع لأن المسيح قد قام لما رقدت أقمت الميتين منذ الدهر وأيقظتهم
زائرا ملوكيا مثل أسد من يهوذا. إن المسيح قد قام وداس الماء وأنهض المائتين فيا شعوب ابتهجوا. اليوم الخالقة أجمع تبتهج وتفرح لأن المسيح قد قام والجحيم قد سلب. اليوم السيد حطم الجحيم وأنهض المقيدين الذين كان استولى عليهم بشدة منذ دهر. المجد للآب والابن والروح القدوس. عظيم يا نفس لعزة اللاهوت المثلث الأقانيم الغير المنقسم. الآن وكل وان وإلى دار الدهر نمين. افرحي أيتها البتول افرحي افرحي يا مباركة افرحي يا متحننة لأن ابنك قد قام من القبر في اليوم الثالث. عظمي يا نفس المسيح مطي الحياة الناهض من القبر في اليوم الثالث. استنير استنيري يا أورشليم الجديدة لأن مجد الرب أشرق عليك. افرحي الآن وتهللي يا صيون وأنت يا والدة الإله النقية اطربي بقيامة ولدك. عظيم بس نخلص عظمي يا نفس الذي تألم طوعا وقبر وقام من القبر في اليوم الثالث. يا ما أشرف يا ما أحب يا ما لذ نغمتك أيها المسيح لأنك قد وعدتنا وعدا صادقا بأنك تكون معنا إلى نجاز الدار التي نحن المؤمنين نعتصم بها كمرساة لرجائنا فنبتهج متهللين. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت وواب الحياة للذين في القبور. المسيح فصح جديد وذبيحة حية حمل الله الرفع خطيئة العالم. أيها المسيح الفصح الأجل الأمثل يا حكمة الله وكلمته وقوته أنعم علينا بأن نساهمك بأوفر حقيقة في نار ملكك الذي لا يغرب أبدا. إن الملائكة هتف نحو المنعم عليها. مسيح قام من بين الأموات وداس الموت بالموت وواب الحياة للذين في القبور. كل حين الآن وكل وان ولدى نشكر الرب دائما. كيريا لايسون لك يا رب لك قدس ثناء ولك نرفع المجد والشكر والسجود ايها الاب والابن والروح القدس انا كل اوان على ثمانيه والى دار الداهرين امين.
لنخرج بسلام من الرب نطلب. كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون باسم الرب بارك يا أم. يا رب يا رب يا من يبارك الذين يباركون وكرس الذين تكون عليه. خلص شعبك وبارك ميراثك واحفظ ملك كنيستك وقدس الذين يحبون بها بيتك. أنت شرف دار مفرقة إلهية ولا آمين. نفس أمتك في راحتك حيث جميع قديسوك مستريحون لأنك أنت وحدك المنزه عن الموت. أنا وكل أوان وإلى دهر الدائرين أمين. أيتها العذراء الطائرة النقية وحدها يا من ولدت لله بغير زرع تشفع إليه في خلاص نفس أمتك يا ذي الراقدة. كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون عبيدك في راحتك حيث جميع قديسوك مستريحون لأنك أنت وحدك المنزه عن الموت. أنا وكل أوان وإلى دهر الدائرين أمين. أيتها العذراء الطائرة النقية وحدها يا من ولدت لنا بغير زرع تشفع إليه في خلاص نفس عبادتك يا ذي الراقدة. كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون Thank you.
كيريا لايسون. آمين. كيريلايسون والابن والروح القدس الآن وكل أوان دهر الدائرين آمين. كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون. بسم الرب بارك أيها الأب القديس. احفظ يا رب مقدسنا ومباركنا إلى عام عديدة. حقا قام حقا قام حقا قام. حقا لقد قام الرب. Thank you.